السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب بالدستروير تانك الألمانية هذه الجديدة. الأشياء اللي لازم نضيفها هذه الأشياء المهمة اللي جاية مع الدستروير تانك. آخر شيء ذا الشيء، هذا الشيء يسرع انطلاق الذخيرة من المدفع، والشيء الثاني هذا حق دقة المدفع، والثالث يكون لتحسين الرؤية. ثلاث أنواع ذخيرة، الأفضل شيء تكون لي بالأسود. قبل ما نبتدي اللعب نشرح الدبابة شوي، نروح الفيو ديتيلز. Develop the second series of self-prepared gun on the basic of the Panther tank was started by the Remental company for in January 1943. The design plans for the Scorpion. الدبابة هذا مرت علينا بعد، هي destroyer tank. Were complete in April 2, 1943. Listed only by. طبعا هاي اسم يكون blueprints. المهم ما علينا من هالخرابيط كلها. الفيو رينج نازل واجد، 283. السجلن رينج 323. التوب سبيد ممتاز. الانجن باور 650. الافرج دامج بير مينت هاي ما علمنا منه. الايمنج تايم هني بعد هذا يكون يتحسن لما نضيف ذا الشيء. الجن ريلود تايم 14. الريت اوف فاير سرعة المدفع، يعني مع هذا الشيء يمكن يكون 5، يكون 4 و85. نروح هنا نشوف وش يطلع. لا ريت اوف فاير يمكن كان تغير و ما لاحظت ايش الفرق بين هذا وهذا، او في جلتش او الابديت وبلين هناك. طبعا الطاقة مش مدرب 100%. والشيء الثاني لازم تلاحظون انه 5 XP، يعني لازم نلعب بشكل كثير عشان ناخذ XP اكثر. لازم نكون حذرين لما نلعب ذي الدبابة، لأن طلقة طلقتين تدمر ذي الدبابة بسرعة. الشاص شاص البانثر والمدفع مش مدفع البانثر. Thank you.
المود الحين تو بيسمنت، الصوت جاي من جهة اليسار. ما في البيوت هذه، وهاي قدامي بعد. شت، أبو بهاي قدامك انضربته، خد فرصة إني أطلق عليه. تعرفون الواحد لازم يلعب بحذر عشان فايش اكس بي. طبعا الفرق دبابة، بس يكون الفرق اكثر لازم 4 أو 5 دبابات اقل شيء عشان الواحد يضمن انه يفوز. حاطين حتى شعار العقرب على الدبابة سكوربين. تغيرت النتيجة، بس ان شاء الله نكون على طول احنا فايزين. دبابتين، طبعا هني النهاية المأساوية للدبابة أو للدستروير التانك. بنلعب من جديد عشان منها الطاقة، من الدرب أكثر ومنها
مفوز في الدبابة. في لها مهمات راح معطيني اياها فري، بس تلاحظون الجلتش هنا يروح ويجي، شفتوا؟ المهم النتيجة انهم منتصرين. حتى شوف مرة ثانية بنلعب الدبابة، تلاحظون بعد بنروح هنا بنفعل الشيء اللي يعطينا خبرة للطاقم. ان شاء الله المرة الجي يمكن جي بانثر السكوربين، جي بانثر مدفعهم. المدفع اللي حاطينه غريب شوي. شو هو؟ مدفع غريب. بعدين ما احس ان البنتريشن ماله ممتاز. او البنتريشن 311، الدامج 490، 128 ملي. هاي الاي 7 او الاي اس 7 اسف، هاي الاي 75، وفي الاي ام يا بعد. العدو ايش عنده؟ اي اس 7 دبابة والدستروير تانك الالمانية والدبابة الامريكية والدستروير تانك الالمانية بعد، وفي مدفعية. لحظة لا نقدر نضرب الهدف. هو وان بيسمنت، معناته احنا المهاجمين والعدو يكون هو المدافع.
هل ترجع ضد الدبابة أو الدستروير تانك؟ طبعا الفرق دبابتين. اوه شت، هذا الليميا تحترق وتدمرك بعدين. على العموم بوقف هنا وبلعب عشان اجمع اكسبيرينس اكثر. مع السلامة.